اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة نانسي الجمال، ويلا بينا نبدأ قصتنا. نزلوا وراحوا الفرح واتبسطوا كلهم، وبعدين رجعوا على البيت. بيجي تبص نسرين بحب: أنا بصراحة مش مصدق خالص إن اليوم ده جه وبقينا لوحدنا في بيت واحد وبقيتي من نصيبي. يا سلام يا أخويا، يعني مش عايز تشوف واحدة من اللي أنت كنت بتزوغ عليهم؟ وأنا يهمني حاجة غيرك؟ والله أنا عمري في حياتي ما حلمت بحد ولا اتمنيت من ربنا غيرك أنت يا نسرين. أنا بحبك وأفضل طول عمري بحبك، وربنا يقدرني ويسعدك. أنا كمان بحبك يا بجد، طلعت بحبك قوي، حضنها بجد بحب. بدأ اليوم ونسرين خارجة من أوضتها، كانت متعصبة جدا. أنت يا زفت اللي اسمك بجد، أنا مش قلت هدومك تتعلق مش ترمي على الأرض كده؟ ها؟ معلش أنا آسف، أنا بس عشان مستعجل، ما أنت عارفة ورايا ميتنج مهم. طبعا الميتنج تجري عشانه وتكركب بقى الدنيا، لكن امبارح اكلمك استعجلك تجيب لي حاجات اخر الليل؟ مستحيل. انت لسه متعصبه من اللي حصل امبارح؟ ما تفكي بقى نسرين. افك، طب روح بقى شغلك، ولما ترجع انا ليا كلام كتير معاك. انا خلاص مش هستحمل العيشه دي اكتر من كده. بجد ابتسامه بس خدها بسرعه: استهدي بالله بس يا حبيبتي، هي الهرمونات بتاعه الحمل هي اللي عامله فيك كده. اكيد يعني حبيبتي مش عايزه مننا يتربى من غير اب، صح ولا ايه؟ يلا مع السلامه. بجد نزل ونسرين حدفت الشبشب على الباب: ادي اخره الجواز من راجل مجنون، وانت يا حبيب ماما اوعى تطلع شبه ابوك، انا مش ناقص هم فوق همي. جهزت نسرين فطار وقلت له اهلها: ليه وقفتي تعملي فطار برضو؟ مش قلنا لك ان احنا هنعمله يا نسرين؟ ربنا يخليكوا ليا يا حبيبتي، بس الكف الصغير ده يدلع وبس. بس انت لازم تقعدي وما تتعبيش نفسك، انا مش عايز حفيدي اللي جوه ده ينزل مجهد وتعبان. ايوه يا نسرين، انت خلاص 4 ايام وتولدي. ما تفكرنيش يا عمو، ده انا مرعوبه لوحدي. ما تخافيش يا حبيبتي، وبعدين عمتك شاد لما عرفت انك خلاص هتولدي قرب بقى تعفو عنها وتيجي. ايه هتيجي؟ اخيرا المره دي اخليها تعلن رسمي كده خطوبتي نيلي اللي انتوا نسيتوها بعد ما الست مشيتها. منكم عيله؟ انا مش عارفه العيال دي كبرت امتى كده، احنا كبار من زمان يا نسرين، بس انت اللي مش واخده بالك خالص. ها هتجيبي البيبات امتى؟ هو انتوا مصممين يعني يترعبوني النهارده؟ ما حدش يفكرني انهم توأم لو سمحتوا بقى. البت دي شكلها جننت من حمل، بتبرق من واحد في عيالها، الواد لما يكبر هيكرهك صدقيني. ما تتدخلوش بيني وبين ولادي، هيحبوني جدا كمان هتشوفوا. طبعا انت سبق وكنت ام لينا كلنا ونجحتي، بس انت لسه مش حاسه بده. انا قلت لك قبل كده قد ايه انا بحب عقلك ده، ولا نسيتي واقول لك تاني؟ يوسف قلت لك انا بكسف من الكلام ده، وانا بحب الفراوله بتاعتي تحمر كده. ولا انت ما تقربش من بنتي بالمنظر ده تاني، بتقلق امي قوي. ما بجد عايش عمره كله بيحب نسرين ولا مره قلقت منه، عشان بجد غبي يا عمو، دايما كان بيبعد عنه. انا بقى مش هسيب حبيبتي تبعد عني ابدا. وبعد يومين في المستشفى كانت العيله كلها في الاوضه مستنيين الدكتوره توصل، ونسرين بتوتر عيطت: لا انا مش هستحمل اكتر من كده، انا خايفه قوي. ما تخافيش حبيبتي، باذن الله كل حاجه هتعدي، فودي انت امرك لله. بس بجد انا لو ما خرجتش اوعدني تخلي بالك من الكل، اوعدني لو ولدي عاش وانا حصل لي حاجه ما تفرقش بينهم وبين باقي اخواتهم، وتربيهم على الاحترام، وتعرفهم ان انا بحبهم اكتر من نفسي. ايه ده ما تقوليش كده، انا بحبك وانت هتخرجي لي بخير، انت مش هتسيبيني لوحدي يا نسرين، فاهمه؟ مش هتسيبيني لوحدي. حضنهم الباقي بحب وخوف. الدكتوره فتحت الباب وبصت لهم استغراب: هو في حاجه ولا ايه؟ هو انتوا كاتمين على نفسها كده ليه؟ ابدا احنا بس خايفين عليها مش اكتر. ما تقلقش يا استاذ مدحت، نسرين هتبقى زي الفل جدا. نهى انا قلت لك قبل كده قولي بقى مدحت، بلاش استاذي. وبعدين انا الحاجه الوحيده بصراحه كده اللي مطمناني عليها ان انت اللي هتولديها. ابتسمت نهى بكسوف واتنهدت شهد وبصت لنسرين: بتعيطي على ايه يا اختي؟ ما خلاص او حبيبه ابوكي هتخلي بالها منك 100 مره. اول مره اشوف اب يشقط دكتور بنته، فكركم ليها فايده؟ طبعا ده هيخليها تاخد بالها منك كويس قوي، وتجيب كمان بنتها نور معاها كتير. وعدي كمان، هو ليه كل بيشقط من ولادتي؟ انتوا انهي نوع من الاهل؟ اهلنا، متوقع منهم ايه غير كده؟ نسرين دخلت اوضه العمليات وكانوا كلهم في الاوضه عمالين يصلوا ويدعوا لها بخوف، لحد ما خرجت نهى ودخلت لهم بابتسامه: الف مبروك يا جماعه، جابت ولد وبنت والحمد لله بخير، ده ايه وجيلكم. فرحوا كلهم وحضنوا بجد بسعاده. وبعد فتره خرجت نسرين وجري بجد عليها بيبوس راسها بفرحه: الف مبروك يا روحي، الحمد لله ان ربنا ردك ليا سليمه وبخير،
انت مش متخيله فرحتي عامله زي دلوقتي بوجودكم كلكم جنبي. مبروك يا حبيبي. ها قررت بقى تسميهم ايه؟ البنت روح والولد نور، لانهم نوري وروحي في الدنيا دي. بعد 10 سنين كان محمود ويوسف وعدي واقفين في البلكونه ومعهم نور. هو احنا هنفضل واقفين كده كتير؟ يا واد طول صبرك شويه، خلاص زمانهم جايين اهو. بس جاهز انت بس بالحاجه. انا بقالي ساعه جاهز وسرقت البيت كله من الثلاجه. انت عارف سعر وصل لكام؟ ماما لو عرفت هتقتلني. بصراحه بقى انا شايف ان ملاش لازمه البيت، وننزل تحت ندي الواد ده على كسره وخلاص يعني. وعشان برضو حرام النهارده عيد ميلاد نور ما يتنكتش عليه. للاسف وقتها انا مش هضربه، عشان كده بقى ما ينفعش. وبعدين بالعكس عشان عيد ميلاده هيسامحوه. طب اسكتوا بقى عشان هم داخلين من اول الشارع، انزلوا تحت. اول ما قربوا البنات ومعهم ولد بدوا يحدفوا عليهم البيض وهم مستخبيين. وبعدها دخلوا جري لجوه وبعدين قعدوا. كانت حلوه قوي، دي احلى هديه عيد ميلاد. هديه؟ يا واد انت هدايك اكبر من كده بكتير، انت اخونا مش هنضحك عليك يعني ونقول لك دي هديه. قبل ما يكملوا كلام دخلوا البنات وقام يوسف قرب من نيلي. غريبه يعني، فين زميلك ده اللي قلت لي هتعزميه عشان اتعرف عليه يعني؟ كنت عايز تشوفه قوي كده؟ طبعا لازم اتعرف عليه. هو للاسف معرفش يطلع، حصل له حاجه كده واتحرك بقى يحضر بيها. ها فعلا؟ بس مع حق ريحه البيت بتبقى زفر قوي، عيب يحضر وسطينا بريحته دي. بيض ايه بقى اللي بتتكلم عليه؟ بيض ايه؟ انا ما جبت سيره البيض. كداب يا يوسف، وانا حافظاك وحافظه حواراتك. ما انت اللي وصلتيه كده، قلت لك احنا كبرنا ولازم تلبسي دبله. احنا كبرنا خلاص يا نيلي. برضو يا حبيب قلب نيلي انا مش هلبس دبل دلوقتي، احنا لسه صغيرين يا يوسف. انت هبله بنت ولا ايه؟ ما انت لبسيها وانت لسه عيله عندك 8 سنين، دلوقتي ايه كبرتي عليا؟ هو في حد يكبر على روحه؟ مش انت روحي برضو؟ روحك بس، ده انت اللي روحي وعيوني وقلبي كمان، لو تعرف بحبك قد ايه يا نيلي. وعلى الكنبه محمود بيقول، طب ابعد عنها يا عم الحبيب عشان ما قومش بقى اكسركم سوا. وانت بطلي لعب بالواد، حرام عليكي خليتي ملوش قيمه. مين ده اللي ملوش قيمه؟ ده يوسف قيمته بيكم كلكم. تعالى يا حبيبي يلا نطلع نساعد نسرين، سيبك منهم. قبل ما يخرجوا دخلت نسرين. الله ملكاتي كلهم متجمعين هنا؟ طب الحمد لله ان انا شفتكم. محمود ويوسف وعدي روحوا هاتوا التورته، معلش يعني عشان بجد بيجاز فوق. وشكري نايم ومدحت قاعد مع مراته ومطنشنا خالص. خلاص من عينينا الاثنين، كل ده عشان خاطر نور. ينفع اروح معاهم انا كمان يا طنط نسرين؟ معاهم ولا مع محمود يا اختي؟ انا مش عارفه ايه العيال الرايقه دي، ده انا نفس سنكم كنت بقتل بجاد. خطيبتي وحققت الدلع، مش زي ناس لا طايله سما ولا ارض. تقصد مين بقى بالكلام ده يا ياض؟ اللي على راسه بطحه بقى. بقول لك يا نيسو، لو مش عايزاها في حاجه خليها تيجي معانا. كان على عيني يا حبيبي، بس محتاجاها في الديكور. هنقول ايه بقى، ذوقها تحفه زيك. يلا اتحركوا، وانتوا يا بنات يلا عشان نطلع نخلص الحاجه. طلعوا كلهم وكان الكل بيتحرك في البيت وسط الاغاني والفرحه. رجعوا الشباب بالحاجه، وبعد فتره بداوا باقي الاهل يجوا وكمان الضيوف. وبعد طفي الشمع فجاه يوسف لف ناحيه نيلي ونزل على ركبته وفتح علبه بخاتم. انا بقالي كتير جدا مستني اليوم ده، انا عارف ان انت بتحبيني زي ما انا كمان بموت فيكي. خفت كتير اتسرع على اليوم ده، لكن انا مش حابب نفضل اكتر من كده بعيد عن بعض ومن غير اسم. انا بحبك يا نيلي وعايزك تكملي باقي من عمرك معايا، موافقه ولا لا؟ نيلي ابتسم بفرحه وكانت عيونها بتلمع، وقبل ما ترد عليه بصت على نسرين تسالها بعنيها. ابتسمت نسرين وحركت راسها بالموافقه. موافقه يا يوسف؟ موافقه طبعا. يوسف مسك ايديها وقبل ما يبوسها زقوا محمود لورا. لا يا حبيبي تلم نفسك شويه كده عشان ما نكدش عليكم. ها طيب بالمناسبه سعيده جدا دي، انا ما لحقتش اجيب خاتم، لكن انا بقى حابب اطلب دوده للجواز، بس انا بقى عايز عرض رومانسي وحلو كده. معلش قصه حبي انا ونيلي تختلف، خدوا بالكم. ها حقيقه بس قول لي بقى ايه رايكم، ينفع الواد ده؟ انا للاسف حاسس كده ان هو ممكن، وللاسف انا كمان حاسس انا موافق. يبقى انا كمان موافقه. بجد قرب من نسرين. طب ونيلي استاذناتك بعنيها، هدى بقى ما عبرتش حد ليه؟ لا اتكلم على نفسك، انا هدى سبق استاذنتني. ابتسم بجد وبس راسها. انا وانتي واحد وعمري ما زعلت لما اخد رايك. النهارده احلى يوم في عمري يا بجد، عيلتنا كبرت وسعت، مش متخيله ان كل دول اهلنا، وان فرحتنا بتكبر، ولادنا كبروا وحبوا هيتجوزوا
ونور وروح هيكبروا وليهم اخوات وضهر وسند. طول عمرك بتبني العيله دي، لو حد ليه فضل ان احنا متجمعين فرحانين فهو انت يا نسرين. حضنته نسرين وفجاه جم كلهم حضنوها بحب، ونسرين بصت لهم وهي فرحانه بعيلتها واللي وصلوا ليها، وفجاه اتكسر الباب ودخل رجاله كتير. ايه ده، انتوا مين بتعملوا ايه هنا؟ في حد مبدا تهاجم على اخونا وضربه، ويتخرجوا دلوقتي يا اما بقى ناخدكم كلكم معانا. لا بقول لكم ايه، انا لازم امشي، مش كل مره اجي لكم اتخطف فيها. يو يا عمته، انت دايما ضدنا كده ليه؟ احنا اهل المفروض نسند بعض. وبعدين انتوا مين؟ وبعدين قولوا لي مين عمل كده؟ هو انا مش قلت لكم مش عايزه مشاكل في اليوم ده؟ يبقى يا نسرين هي كل البلاوي تترمي علينا؟ طب على فكره بقى، عمي مدحت وطنصوها امبارح بالليل وقفوا يحدفوا انا بايظ على الناس. لا تصدق بقى انك عين مش متربي زي ابوك. لا انت كده بقى زودتها قوي يا مدحت، وانا مش هسكت لك على قله ادبك دي. قله ادبي بتقولي انا كده؟ ده انا هقطعك وامحي خبرك من الدنيا. مسكوا في رقبه بعض بيشدوها يمين وشمال. شايف يا بجد؟ شايف ابوك بيعمل ايه؟ لما ابوك يوه انا مالي يا نسرين، هم كل ما يعملوا حاجه هتلبسها في رقبتي انا؟ لا بس شيل معايا شويه، مش هتبقى رمي كل حاجه عليا كده. انا تعبت من اللي بتعملي كل شويه ده. نالي بصت للشباب، ممكن بقى تنطقوا مين اللي عمل الكارثه دي؟ مش انا ولا محمود، احنا كنا سوا. ولا انا، ممكن نور لسه صغير ومش فاهم. مس كلهم في بعض واتقلب العيد ميلاد لعركه، والرجاله وقفوا بيبصوا للي بيحصل باستغراب. ودخل واحد، تعالوا يا رجاله دي شقه غلط، مش دول خالص اللي ضربوا باشا. خرجوا الرجاله وجوه بقى بطلوا خناقه. احنا اتسرعنا شويه ولا ايه؟ ايه يعني ده مش من عندنا؟ مستحيل. روح يا بجد يا ابني وراهم، قول لهم اكيد اللي عمل كده حد في شقتنا احنا. تصدقوا بالله انتوا عيله مجانين. ايوه وانا كنت صح لما قلت مش هاجي بيتكم تاني، انا ماشيه. يا عمته استني بس، ما المشكله مش عندنا اهي يا عمته، ومالناش دعوه. اخرسي عيله مجانين. مشيت شهد ووراها ضيوف كلهم، وبعد ما البيت فدي عليهم بصوا لبعض وضحكوا فرحه، وعاشت عيلتنا حياتهم واستجنان وحب خلاهم دايما متماسكين برغم المشاكل. ولحد هنا خلصت القصه خالص، واستنوني ان شاء الله في قصه جديده حلوه قوي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.